لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. طبعا قصة مناظرات ابن عباس يعني كانت قبل النهروان، يعني أنه هو بعت لهم ابن عباس أولا وبعدين قاتلهم بالنهروان. قصة مناظرات ابن عباس للخوارج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اعتزلت الحرورية وهم 6000 وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، قال: جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا، فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. فكانوا في دار على حدتهم، فلما كان ذات يوم أتيته ابن عباس أنه أتيته صلاة الظهر، فقلت له: يا أمير المؤمنين، لابن عباس اللي بيحكي، يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة. إبراد هو تأخير الصلاة عن أول وقتها، يعني الظهر يعني. فلا تفوتني حتى آتي القوم فأكلمهم، فإني أتخوفهم عليك. قال: كلا، إن شاء الله تعالى. يقول: وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي، أو حسن الخلق لا أوذي أحدا. طبعا ابن عباس حسن الخلق وحسن الخلق. قال: فأذن لي، فلبست أحسن ما أقدر عليه من أحسن ما يكون من هذه اليمنية من حول اليمن، وترجلت. قال أبو زميل: كان ابن عباس جميلا جهيرا، يعني حتى سمع واحد بيفسر صورة قال: لو سمعت الروم والديلم لأسلموا. قال: ثم دخلت عليهم وهم مجتمعون في دار يعملون، وهم قائلون في نحر الظهيرة. قال: فدخلت على قوم لم أرى قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم وركبهم كأنها ثفن الإبل، زي مواضع البروك في الجمل، يعني من كثرة العبادة يعني. ووجوههم معلمة من أثار السجود، يعني قرحت من أثار السجود. عليهم قمص مرحضة، يعني مغسولة حتى تكاد أن تبلى من ذلك. مشمرين مسهمة، يعني متغيرة وجوههم من السهر، يعني عليهم أثر العبادة والقراءة والصلاة. قال: فدخلت عليهم فسلمت عليهم، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك وما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من هذه الحلل. لأنهم طبعا بيظهروا الزهد يعني، فلقوا ابن عباس جاي مترجل ومسرح شعره ولابس ثياب حسنة، وكان جميل وسيم يعني. قال: ونزلت: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا: ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم كانوا مع علي رضي الله عنه، ومن عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيبين يعني أنه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته يعني سيدة نساء الأمة. عليهم نزل الوحي، اللي هم الصحابة، هم أعلم الناس بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. اللي هم خلي بالكم، أنتم ما فيش ولا أحد من الصحابة معاكم، يعني ما تفتكروش أنتم على الحق وكل الصحابة دول على باطل، لكن هم لا يفقهون. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول: بل هم قوم خاصمون. يعني مش عاجبهم حتى اللي بيقولوا ده قريش، يعني الناس بتجادل، يعني هو كلام عن القرآن، يتكلم على الكفار من قريش، وهو كأن ايه نزلت في ابن عباس والصحابة. وقال بعضهم: والله لنحدثن، هنجادل والنظر يعني. قال: قلت: أخبروني، ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، لو زوج ابنته، وأول من آمن به؟ يعني بيقولهم ما آمنوا كلهم في يوم واحد، يعني علي بن أبي طالب وأبو بكر وخديجة وزيد بن حارثة، ولكن يعني هم استنى بيفصلون عشان ما يزعلوش حد، يقول لك أول من آمن الرجال أبو بكر، من الصبيان علي، من كان علي سنه 8 سنين لعشر سنين، من النساء خديجة، من الموالي زيد بن حارثة. فقال: ما تنقمون على ابن عم رسول الله. شوف بقى العلم والمناظرة والحكمة في الكلام. وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه.
فقال قم عليه ثلاثا. قال قلت ما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. فما شأن الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ قال قلت وماذا؟ قالوا وقاتل ولم يزبي، يعني قاتل في الجمل ولم يزبي، خدش أسرى يعني، ولم يغنم، خدش غنائم، لئن كانوا كفارا لقد حل له سبيهم وأملهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. طبعا هو من جهلهم يعني، وهم هم كفار وهم بغاة خارجين على الحاكم، فقتال أهل البغي له فقه خاص يعني، لا يجهز على جريح ولا تسبى يعني نساءه ولا تؤخذ أمواله، ترد لهم أموالهم، وبعد المعركة يجمعون القتل من الفريقين ويصلى عليه. لذلك علي رضي الله عنه قال أنا الذي علمت الناس قتال أهل القبلة، فهو يقاتلهم وهو يعلم أنهم من أهل القبلة، لكن لأنهم خرجوا على الإمام، والخارج طبعا يجهلون هذه الأحكام. قال قلت وماذا؟ قالوا محى عن نفسي أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، زي اللي كفر الدعوة السلفية، أو أنتم وقفتوا مع الظالم يعني يبقى أنتم كفار يعني. قال قلت وماذا؟ قالوا حسبنا هذا، يعني ثلاثة إيه، ثلاث مؤاخذات على الإيه اللي خرجوا بها على علي رضي الله عنه. قال قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبي صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا نعم، وما لنا لا نرجع. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى قد صير من حكم إلى رجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فجاز حكم الرجال، فجعل الله حكم الرجال سنة ماضية مأمونة، إن ربنا عز وجل هو الذي يعني شرع تحكيم الرجال في أشياء معينة. أنشدكم الله حكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم وفي بضع امرأة، وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك للرجال، فأيهما ترون أفضل؟ قالوا اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم أفضل. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا اللهم نعم. العلم نور يعني. قال وأما قولكم فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة؟ يعني هو علي انتصر وكان في عائشة في الجيش الذي انهزم، فمن يعني يسبي عائشة ومن يستحل منها ما يستحل من غيرها؟ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم، يعني إن قلتم نعم كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست يعني أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، يعني كذا كفر وكذا كفر. إن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم مترددون بين الضلالتين فاختاروا أيهما شئتم، صرتم يعني إلى ضلالة، فأتوا منها مخرجا، أخرجتم من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قال وأما قولكم محى عن نفسي أمير المؤمنين فأنا آتيكم من ترضون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فكاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان، قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فقال والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني اكتب يا علي محمد ابن عبد الله. ومن اللطائف ان علي الذي كان يكتب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان افضل من علي رضي الله عنه. واما ما وما اخرجه من النبوه حيث محى نفسه، يعني هل محى نفسه محى في الكتابه يعني محمد رسول الله كتب محمد ابن عبد الله، هل محى نفسه من النبوه؟
قال أخرجتم من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قال فرجع منهم 20,000 وبقى منهم بقيتهم 4,000، وقيل كانوا 8 كما بينا ورجع 2000، وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالة أجمعين، قتلهم المهاجرون والأنصار. لهذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.